اليوم العالمي للحماية المدنية بالأغواط هو محطة لتثمين الجهود وتشجيع الكفاءات التي تحدت الصعاب. فاطمة التي لم تتمالك نفسها وهي تعانق والدتها من شدة الغبطة هي إحدى المتوجات بهذا الاستحقاق الثمين. أنا جد سعيدة اليوم بترقيتي لرتبة نقيب بعد عناء وتعب كبير، وأشكر السيد المدير العام للحماية المدنية ومدير الحماية المدنية لولاية الأغواط على الثقة التي وضعوها في شخصي، وأقدم كافة التهاني لجميع مستخدمي ومنتسبي قطاع الحماية المدنية. أنا فرحانة ياسر ياسر اللي بطلعوا بنتي نقيب، نستنى في هذا النهار 10 عينين، والعقوبة إن شاء الله للأخرين. مناسبة إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة ميلادية، قامت المديرية العامة للحماية المدنية بترقية جملة من الموظفين والمقدر عددهم ب 153 موظف بمختلف الرتب، ومن بين هذه الرتب حظيت المرأة الجزائرية كذلك بترقية بهذه المناسبة، والمتمثلة في ترقية امرأة من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب. عمي مشتح الذي يعد أقدم غطاس في الجنوب كان جد سعيد بهذه الالتفاتة. فرحان بالتكريم اللي تفكرونا وأيدونا، وأنسيان بومبي في الأقباط دخلت لها في 6 نوفمبر 1962 برومي قطاس هنا في الأغواط اترافير لو سود، واليوم ان شاء الله نتمنى هاد الشبيبه كلش يخدموا ما اكثر منا. المناسبه العالميه التي توجت بتكريم الفائزين الاوائل في مختلف المسابقات وثمنت فيها جهود اللجنه الامنيه كانت خاتمتها وقفه اجلال اتجاه الاحبه الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل خدمة القطاع والوطن.